عصومي ضرب وليد ليش ليش يا عصوم كسر له راسه والايد ما عاد يتحرك ويقوم عصومي ضرب وليد ليش ليش يا عصوم كسر له راسه والايد ما عاد يتحرك ويقوم هو اللي بدا بالضرب وانا ما الي اي ذنب هو اللي بدا بالضرب انا ما الي اي ذنب كلامه كله كذب في كذب والله إني مظلوم كلامه كله كذب في كذب والله إني مظلوم ما بتحمل حكياته ولا مزحه ولا حركاته أنا ما بتحمل حكياته ولا مزحه ولا حركاته شو ممل حياته سائل ومنه مهضوم شو ممل حياته سائل ومنه مهضوم عصومي ضرب وليد ليش ليش يا عصوم كسر له راسه والايد ما عاد يتحرك ويقوم عصومي ضرب وليد ليش ليش يا عصوم كسر له راسه والايد ما عاد يتحرك ويقوم بيحب كل شي إله يكون وحتى ريموت التلفزيون بيحب كل شي إله يكون وحتى ريموت التلفزيون ما بيهمه كل الكون علي بتحط اللوم ولا بيهمه كل الكون وعلي بتحط اللوم لا كلامي ما بيسمع وألفاظه ولا أبشع لا كلامي ما بيسمع وألفاظه ولا أبشع يا الله شو بيتدلع وكلامه كله مسموم يا الله شو بيتدلع وكلامه كله مسموم لا 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 يا بابا شو هذا اللي عم بصير عيوني يا ابني اذا بدك تعرف معنى كلمة اخ هو اللي يوقف حدك دايما لما تحكي اخ عيوني يا ابني اذا بدك تعرف معنى كلمة اخ هو اللي يوقف حدك دايما لما تحكي اخ وانا دايما بتمناكم على بعض حناين يا عيني ما احلاكم مثل ورد الجناين وانا دايما بتمناكم على بعض حناين يا عيني ما احلاكم مثل ورد الجناين عصومي ضرب وليد ليش ليش يا عصوم كسر له راسه والايد ما عاد يتحرك ويقوم عصومي ضرب وليد ليش ليش يا عصوم كسر له راسه والايد ما عاد يتحرك ويقوم